بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اليوم بالتكلم عن برنامج تصميمي استخدمه في عدة استخدامات في تصاميم أنواع الفاونديشن المختلفة. هذا البرنامج يسموه Gear Program أو AC Combs Program Gear Program. طبعا شلون نبدي النصبة؟ يكون المرسل عندنا هو جي جي، نضغط عليه اي برنامج ضغط، نروح على جي راس هذا ونستخلصه في اي درايف. احنا هنحطه على درايف دي بهالطريقة، نقول له يس اول. الان استخلصنا، الان نغلق هذا الملف من هنا ونروح على درايف دي، نشوفه هنا أنا موجود، نضغط على الفولدر هذا، نشوف عندي هاي الملفات المختلفة. نجي هنا أنا على ACE COMS Gear 2003، من عنده أضغط على Setup. الآن بالSetup حنضغط نقول له OK، نبدي نصب نفس الملف، نقول له نفس الملف من هنا، حنبدي نضغط بداية التنصيب Continue، ويبدي ينصب. نقول له هنا يسألني Virgin 61 Do you want to keep this file؟ نقول له Yes Yes يس. حيبدي يكمل تنصيبه. الان كمل التنصيب من الصبا. الان حنيجي نشغل. شلون عملية التشغيل حتكون؟ التشغيل مالتي حتكون عبارة عن ستارت. من ستارت اضغط، حيجي هنا أنا اضغط على هذا الشورت كارت الموجود على قائمة البروجرام، اضغط عليه حيشتغل عندي الصفحة مالتي. هنا انا بالصفحة مالتي الان هذا البرنامج بيعد مجموعة من التولز، منها جنرال تولز، منها جيومتريك بروبرتيز، ار سي يوتيليتي خاصة بشغلات حديد التسليع، ار سي بمبرز خاصة بتصميم بيم او كولوم او توي سلاب، وهاي المجموعه ستيل ممبرز خاصه بالشغلات الستي ستراكشر، وهاي المجموعه خاصه بالفاونديشن. احنا نتكلم اليوم عن مجموعه الفاونديشن، وهاي المجموعه هي عباره عن اليوم كلامنا عن بايل كاب ديزاينر. حنضغط عليه دبل كليك. الان دبل كليك انفتح عندي نافذه الديزاين اوف ذا بايل كاب. هاي النافذة بها طبعا بار بي فايل ايديت تولز ريبورت هيلب. هذا عندي فايل نقدر من عندنا نبدي ستارت نيو فايل كاب اوبن داتا اوبن سيف الموجودة سيف اس برنت كرنت ريبورت، ممكن نطبع الكرنت ريبورت الموجود ونشيل اثرايزيشن. بعض الاوبشنات بالبرنامج هنا انا كت كوبي، هنا تولز ورك يونت working unit، من هنا نغير ال working unit، ومن هنا RC design option، وهي ايضا داخل البرنامج نقدر نغير. الريبورت مهم، الريبورت project information، من هنا بدايته نقدر نغير project information لانها تطلع لنا بالريبورت. project مثلا 1 project نسميه 1، clinic رب العمل نقول انبار او university اوف انبار. عندي الجوب تايتل العمل ديزاين او كاب ديزاينر او ديزاينر اوف فايل كاب ديزاينر. او ديزاين كاب 1. هنا أنا Organization Engineering Victor. الآن أقول له أوكي. الآن البرنامج بالريبورت حتطلع هاي المعلومات مالتي. طبعا هنا أنا أيضا بالريبورت الأيتم اللي أريده تظهر، حسابات الـ Project Information Movement Shield Buyer Reaction Data Buyer Cup، كلها الفقرات كلها أحتاجها. أقول له أوكي. بالريبورت أيضا عندي Print Report بريفيو ريبورت، وريبورت فورمات اللي هو الستايل، ستايل
نوعية الخط، نوعية حجم الخط، اللاي اوت، الخلفية ممكن اخليها اي 4. قول له هنا اوكي، يس اوكي. الان كملنا. الان ننتقل للنافذة الثانية. النافذة الثانية بالبرنامج عندي بيسك داتا. بالبيسك داتا الان عندي تايتل مالتي، قلنا نكتب ديزاين كاب 1، السمك مينيمم ثيكنس انا بقي الف، الكونكريت هنحطه 30 نيوتن متر تربيع كيلو باسكال يعني، بس حاول اخزن هنا أنا. هنا باقي المعلومات، الستيل الكفر اوف 2 بارز 50 ايضا تبقى، هاي ممكن احطه اوتوماتيكلي او اقدر سيلف لود اغيره مقداره. هنا انا اقول له سيف، حاخذنه اقول له سيف، هنا حيسيف على مود ابقى محافظ على 30 ميجا باسكال. هنا سيت ار سي ديزاين اوبشن، طبعا هنا ديزاين كود اللي حاشتغل عليه ممكن اغيره منه، بريتش الاشتو الاس ان اي، انا ابقى على 318 يو اس دي. طريقه التصميم هي التيميت سترينث ديزاين او وركينج سترينث ديزاين، حبقي عليها نفسها. رابر سيت هنا أنا ايضا حغير رابر سيت، احجام اقل قطر واعلى قطر، حيكون عندي اقل قطر 8 واعلى قطر 25، وباقي المعلومات تقدرون تطلعون عليها هي موجوده للمينيمم نمبر بار وماكسيمم نمبر بار. من هنا ضروري اقول اوكي. الان عندي البيسك داتا كملت، اجي على البيرز ديفولت داتا. هنا البيرز يقصد به كولوم، يقصد به كولوم. انا عندي هنا أنا الكولوم الموجود عندي هو كولوم حيكون ابعاده عرضه 800، وعندي عمقه ديف مالته 500، لازم ضروري هو ايضا مستطيل. طبعا هناك عندي كولومات بانواع مختلفه، هذا هو الدائري سيركولار، اي شيء تاشر عليه يطلع عندكم نوعيته. يقول له ريفرش، الان يقول له اوكي، الان تغيرت البيرز مالتي او الكولوم. انا الكولوم مالتي حيكون عندي بهذا الشكل، تو بيرز هوريزونتال، واكو تو بيرز عمودي، وفور بيرز موجود. الان كملت الكولومات مالتي وابعادها مستطيله، بهذا التوزيع حيكون هالشكل. الان اجي على البايل جروب، يا بايل انا اختاره، انا اختار هذا البايل جروب من 6 بايلات. قطر البايلز مالتي حيكون عندي 800 ملم يعني 80 سنتيم. ايضا ما انسى اقول له رفرش، يكون دائري مالتي القطر الركيزه. هنا انا الحافه الايتش ديستنس، الحافه حيكون عندي 400 ملم، الحافه يقصد عندي من حافه الكب بايز الى سنتر الركيزه من كل اتجاه او من كل زاويه. طبعا حتكون عندي هنا أنا مباشره اقدر 400 ملم. هنا انا حيكون عندي السبيسنج ما بين ركيزه اخرى سنتر تو سنتر 1600، على اساس ان هي ضعف القطر الركيزه 1600 باتجاه الواي باتجاه الاكس. الان كملت هاي النافذه، كملت عندي، انتقل للنافذه الاخرى. طبعا اقدر ارجع النافذه السابقه بس المعلومات حتتغير. الان النافذه الثالثه عندي حتكون عباره عن بير نمبر، الكولوم نمبر 1 حيكون عندي الابعاد مكانه حيكون عندي على بعد 1400 ملم، وسنتر اليونوت يعني هذا يكون عندي في المركز هنا على 1400 المكان و 1200 حسب التصميم اللي انا اريده، والواي نوت نفس الاتجاه. يعني الان عندي هذا مكانه صار 1400 في 1600 ريكتانجولر بعاده ثابته. الان احتاج اللودينج، لودينج كولوم 1 انا عندي ديد لود لايف لود سويه كومبينيشن لودينج كيس، فمن هنا كومبيوت فاكتور لودينج، اقول له كومبايند لودينج ريزلت، اقول له كومبيوت احسبها. الان اقدر اوبشن منه اغير اذا كان عندي سكندري لودينج، ويند لودينج، ايرث كويك لودينج، عندي لود كيسز ولود كومبينيشن تو انكلود، يا هو اريد اختارها ممكن منها احدد. انا احدد البرايمري
واقول له اوكي. الان عندي اقول له اوكي ايضا هنا حيعطيني الان ادخل معلومات مال لودينج. عندي فيرتيكال لودينج هو 1415، وعندي مومنت ام واي هو 550. ما انسى هنا لازم اسوي ريفرش كانه دا اقول انتر للبرنامج حتى يخزن هاي المعلومه. هذا كولوم نمبر 1. كولوم نمبر 2 حيكون عندي موقع الكولوم من ناحيه الاكس والواي احداثياته، لان هذا اشتغل 2 دايمنشن، حيكون عندي 3 و400. واقول ايضا ريفرش حتى اشوف موقعه مضبوط. الان عندي الاحمال مالته ايضا من هنا كومبيوت فاكتور لودينج، حقول له طبعا كولوم 2. الان اقول له كومبايند لودينج كومبيوت، واقول له اوكي. الان اعطاني اقول له 1378 فيرتيكال لودينج، وام واي هو عندي حيكون 540 نيوتن متر. الان اسوي له ريفرش حتى ريفرش فيو حتى اخذنا، ارجع على بير نمبر 1 حتى اشيك هل مخزنت المعلومات لو ما مخزنت. هنا اشوف انه مخزون اغلب المعلومات، فقط الاحمال هنا انا ما مخزونه، فارجع احطها 1415. وهنا دائما لازم اشيك، وهنا انا الام واي هو 1550 نيوتن. اسوي لها ريفرش وخزنت. الان لو ارجع الاحظ ان الاحمال بالكولوم 1 كولوم 2 موجوده، ابعادهم مضبوطه، الان كملنا نافذه ادخال الكولومات. الان عندي النمط الاخر، النافذه الاخرى حتخص عندي توزيع البايلات، وقطرها كلها 800، توزيع اكس نوت واي نوت، هاي بايل نمبر 1 2 3 هنا 4 5 6، من اقدر اغيرها مواقع حسب ما اني موجود عندي بالتصميم. هنا انا السمك المطلوب مينيموم هو 342، انا اقدر بما ان استخدمت مينيموم 1000 اقدر اغيره الى 500 ملم او 400 ملم. الان كملت هاي النافذه، انتقل النافذه الاخرى. هاي النافذه حيعطيني عندي سكشن الوغ اكس اكسس، عندي 4 سكشنات، وسكشن الوغ واي اكس عندي ايضا 4 سكشنات. هاي الواضحه، هاي السكشنات عندي سكشن اكس 1 يمثل مومنت، و اكس 4 يسوي شير لاني بوتوم، وعندي اكس 2 اكس 3 بار. حنشوفها الان بالنافذه الاخرى. الان هاي النافذه حيقول لي حبدي طبعا اشوفك اما 3 دايمنشن فيو اوف بايل جار، اقول له شوف لي هذا هو عندي هاي الكولومات وهاي البايل مالتي، ممكن منها كوبي اخذه واحطه على الوورد، او ممكن برنت واحوله على برنامج بي دي اف واخذ منه يمي. الان اقول له طبعا ارجع بريفيوز، هرجع على من على تحليل بايل كاب اند ديسبلاي ريزلت، حلل هنا بدا عمليه التحليل، حلل النتائج مالتي، طلع السكشنات وطلع البايل ريكشن. الان انتقل الى نافذه اخرى يعطيني كل سكشن. الان سكشن اكس 1 هذا امامي، سمك السمك مالته 500 بعده 300، هذا هو اكس 1، عدد التسليح مالته بوتن بارز 11 دايمتر 25. طبعا منها تقدر تنتقل على الاكس 2، نشوف انه بوتن بار اكس 2 ما بي ننشيو. وعندك التوب بار عندي ايضا 11 دي 25 اللي هو اكس 3، وعندي الاكس 4 هو ايضا ما موجود عندي ب حديد تسليح بوتن بار. طبعا هنا ايضا الستم اكس 3 نفس الحاله بالواي 1. اقول له اخزن، او منها طبعا اقدر اشوف فيو ديتيل بلان، هذا فيو ديتيل بلان 16 دي 25 باتجاه الواي يتوزع هذا الشكل، وعندي 11 دي 25 يتوزع على 3 و200. هذا عندي كلهم بوتوم، كان عندي تسليحه. طبعا احنا اي اس مينيمم نحطه بالتسليح العلوي، منه كوبي فيو اخذه وين اقدر اوديه للوورد او اي برنامج اخر اسوي له لصق، واخزنه بعدين واقدر اسحبه على البرنت، او الان ارجع على برنامج مالتي اسوي نيكس اخر. حيطلع عندي الان الريزلت،
الريزولت الان غير مفعل، حتى تكون مفعله ينحط لي ملف يجب ان اكون اضيف اد. الاد هنا الان ريزولت تفعلت، شوف اللون الان اصبح اسود غامق. ريزولت هاف بين ادد تو ريبورت، يوز ريفر اور برنت تو سي ذا ريزولت. هنا يعني يقول لي هاي الريزولت مالتي الان كامله، ممكن نشوفها بريفيو او تسحبها برنت. في البريفيو حنشوفها الان هاي الريزولت مالتي، البدايه اللي كتبناها بروجكت انفورميشن بيسك داتا موجوده امامنا الان. هذا الورقه الاولى، من اقدر اتصفح مالت التقرير انتقل للورقه الثانيه. هذا عندي السكشن اكس 1 واي 1 تسليح باتجاه الاكس، وهنا تسليح باتجاه الواي النشب. هاي عندي المعلومات مالتي، طبعا هنا الكونكريت اف سي برايم ما نحفظ، بقى على الكونكريت الموجود. طبعا نقدر نستخدم نتاكد انه محفوظ في بدايه الحل مالنا. الان هذا التقرير المعلومات كلها الموجوده امامنا، منا ايضا نقدر نكبر ونغير من الملف مالتي، ومنا ننتقل الى صفحه اخرى. هاي الكولومات، هاي الاحمال الموجوده مالتي، وهنا أنا عندي البايل جروب سنتر، عندي هنا رياكشنات موجوده، احداثيات البايلز كلها موجوده. الصفحه الاخرى عندي الرياكشنات، ايش قد عندي على كل رياكشن بايل، مينيموم ماكسيموم ديد لود ليف لود وقع، وهنا أنا عندي المومنت ان شير ان بايل كاب سكشن انا واي اكسس وسكشن انا اكس اكسس. وهنا أنا عندي اخر شيء عندي فلكتشرال انفورسمنت، وعندي هنا أنا شير انفورسمنت. هاي المعلومات كلها يعطيني اياها الان الريبورت الموجود في داخل البرنامج. الان اريد اخزن هذا الريبورت او اطبعه، طبعا اضغط برنت اذا عندي مشكل طابع، ممكن مباشره اطبعه. اذا ما عندي مشكل طابع احوله الى ملف بي دي اف، اذا انا من افضل احد برامج البي دي اف اضغط هنا واقول له اوكي، حيقول لي الان حيبدي يحول لي على ملف بي دي اف اخزنه بهذا الشكل. عندي ديزاين كاب 1 حاصل على سطح المكتب، اقول له سيف. الان حينخزن عندي، الان خزن عندي على سطح المكتب. طبعا هنا انا ممكن اخرج من البرنامج نهائيا او ارجع الى يفتح لي واجهه اخرى حتى اصمم بايل كاب اخر. اذا اريد اخرج من البرنامج اغلق هاي النافذه، اقول له يس اخزن، بعدين من انا فايل اكزت حخرج الان من البرنامج، حاشوف على سطح المكتب الملف مالتي اللي هو الريبورت ريزلت للديزاين اوف بايل كاب يوزنج تيم موديل. هذا هو عندي الريبورت مالتي موجود كاملة الان على سطح المكتب.